يلا ايه بسم الله الرحمن الرحيم. محمد دهني قائد فريق استجابي في منظمة ركين. عندما بدأت حملية النزوح والتهجير لمئات الآلاف من العوائل النازحة في ريفي إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، كان عبء كبير جدا على المنظمات لأن تقوم بهذا العمل كمنظمات منفردة لتلبية تلك الاحتياجات للعوائل النازحة، فكان لابد من توحد عمل المنظمات والفرق التطوعية والدفاع المدني للاشتراك في عمل موحد ومنظم وضخم لاستيعاب تلك العوائل الكبيرة والضخمة. لا تزال الحملة مستمرة، تم استهداف إلى الآن أكثر من 2500 عائلة من ريفي إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، وما تزال الحملة مستمرة إلى الآن بتغطية احتياجات العوائل النازحة وكذلك باستقبالها المنظمات العاملة للاشتراك في هذه الحملة.